منذ فترة، والسيد مقتدى الصدر يعني صامت حول ما يجري على أرض الواقع. هناك من تحدث وقال هذا بعد نظر للسيد مقتدى الصدر، لأنه يعلم إلى ماذا ستؤول إليه أوضاع هذه الحكومة. هل تتفق مع من ذهب إلى هذا الرأي؟ يعني التيار الصدري أو أي شخص 3 أشهر كافية لتقييم أداء أي حكومة سواء في العراق أو خارج العراق. وأصبح عرف عندنا بالعراق أنه نتحدث عن 100 يوم أو 6 أشهر. فالموعد الأول هو تعدى، لو 100 يوم تعدت من عمر هذه الحكومة، وليس فقط التيار الصدري متذمر وكثير من القوى الشعبية والتيارات المستقلة الآن متحفزة لوضع، خلينا نقول لمرحلة حلحلة الوضع أو تغيير الوضع اللي موجود.